مرحبا بجميع الفقرة الطبق اللي غناخدوها من مدينة مراكش من عند سمية. سمية صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير، صباح الجميلة. كيف صحتي لاباس عليك؟ الحمد لله أختار بخير ديك. الله يسلمك. كيف صباح الجو عندكم في مراكش؟ غزال. أنا لبس حوركم. ربي يخليك بارك الله فيك. قل لي سمية، إيش غتعطينا في طبقنا لهذه الصبيحة؟ عندي طاجين ديال لحم البقري بالقرموص الأزول، هادي وقته موجود دابا في السوق. نعم، الطري، القرموص الطري. إي قرموص طري. ديال البقري، طاجين البقري بالقرموص. إي. تفضلي. عندنا 2 كيلو ديال لحم البقري من الملج. 2 كيلو ديال البقري من الملج. عندنا نص كاس ديال العنبة ديال زيت المائدة. نص كاس ديال زيت المائدة. عندنا معلقة كبيرة ديال السمن، حلو. معلقة كبيرة ديال السمن. عندنا معلقة صغيرة ديال الملح. معلقة صغيرة ديال الملح. معلقة صغيرة ديال الإبزار. معلقة صغيرة ديال الإبزار. وأخرى ديال الزنجبيل. الزنجبيل حتى هو نفس القياس. ونفس المقدار ديال الخرقوم. الخرقوم. وعندنا زعفران الحار. وزعفران الحار. عندنا جوج بصلات مفرومين. جوج بصلات. وعندنا كاس كبير ديال الماء طايب. كاس كبير الماء طايب. عندنا نص كيلو ديال القرموص اسود. شحال نص كيلو؟ نص كيلو ديال القرموص الكحل. وعندنا معلقة كبيرة ديال الزبدة. معلقة كبيرة ديال الزبدة. ومعلقة كبيرة ديال الزيت. معلقة كبيرة ديال الزيت. تفضلي. ثلاثة المعالق كبار ديال العسل. ثلاثة المعالق كبار ديال العسل. عندنا معلقة صغيرة ديال القرفة. معلقة صغيرة ديال القرفة. وعندنا كاس صغير ديال اللوز مفسخ ومقلي. كاس ديال اللوز نقي ومقلي. هادو هما المقادير. انا قلتي لنا هذا الطاجين ديال البقري بالكرموس الكحل، كنحتاجوا له 2 كيلو ديال البقري. هو اللحم راه حنا القياس السيدات ديالو اللي بغاو، على حسب هذا. حنا عطينا يعني طبق ديال العراضه ديال الولائم، ياك الا كان جاي عندك شي حد، الا كانت العائله تبارك الله كبيره. قلتي لنا 2 كيلو ديال البقري، ديال الملج من الافضل، نص كاس ديال زيت المائدة، زيت الرومية العادية، واحد المعلقة كبيرة ديال السمن، ماشي داك الحي اللي حار، غير السمن. نعم. بالنسبة للتوابل راه غالبا السيدات كيديروا قياسهم بيديهم. مازال نديروش غير معلقة، كنقيسوا بيدينا، كل وحدة عارفة القياسات تبارك الله. قلتي لنا الملحة، الإبزار، سكنجبير، الخرقوم، والزعفران الحر. حاجتنا أيضا في 2 ديال البصلات مشلدين، كاس كبير ديال الماء مغلي. بالنسبة للكرموس كنحتاجو نص كيلو ديال الكرموس الكحل، واحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة، معلقة كبيرة ديال الزيت، ثلاثة المعالق كبار ديال العسل، واحد المعلقة صغيرة ديال القرفة، كاس ديال اللوز منقي ومقلي. تفضلي لالا. المهم في الكوكوط كنديرو اللحم مع التوابل كلها، وكنقليوها شوية، من بعد كنزيدو البصلة والماء وكنسدوها، كنخليوها يطيب مزيان. من بعد كنحيدوا ليها الغطاء باش ديك المرقه تختار شويه. وفي واحد المقله كنديروا معيقه ديال الزيت ومعيقه ديال الزبده، كنديروا فيها هذاك الكرموس، كنقطعوه بالطول على جوج. يعني خصنا الحبات الكرموس يكونوا شويه قاصحين، ياك ما يكونش طايب بزاف. يكون باش طيب فراش. ثاني شنو قلتي في المقله؟ تنديروا الزيت. الزيت الزبده، وكنديروا هذاك الكرموس، كنديروا واحد الرصيصه ديال الملحه. من بعد كنزيدوا العسل والقرفه، وكنحركو غير بشويه باش ما يخسرش المنظر ديالو. كنقطعوه، قلتي نشقو على نص ياك؟ لا كنفرقو، كل وحده كنفرقوها بالطول على جوج. تيتقسم على نص بالطول. من بعد في ديك المقله وهو كيتقلى كنزيدو 2 المعالق كبار من المرق اللي في الكوكوط باش يتنسم. صافي، ملي كيتعسل كنسدو الطاجين، كنحطو فيه اللحم ديالنا. من بعد كنديروا المرقه. واش المرقه ملي كنديروه المرقه عليه كنخليوه يغلي شويه، ياك كنخليوه يطيب شويه ولا لا صافي؟ كنخليوه يطيب شويه باش يتنسم بهذيك المرقه. نعم، يعني حتى يدبل شويه في ذاك الزبده مع يتجانس مع العسل ومع العناصر كلها، عاد كنضيفوا المرق، ياك؟ اييه. من بعد كنسدوا اللحم كنحطوه في الطاجين، كنديروا هذيك المريقه اللي خاطره شويه، وكنزينو بالانفاق ديال الكرموس، وفوق كل كرموسه كنحطو 2 حبات ديال اللوز.
هذا ديال التقديم. يعطيك الصحه زوينه هذه الفكره هذه يعني نغيروا، وهذا الفواكه اللي تبارك الله مليء الاسواق ديالنا موجوده ومزيانه. الله يعطيك الصحه، شكرا جزيلا سمية.